في هذه السلسلة الإيمانية الطيبة المباركة التي نأخذ فيها بقلوب بعضنا ونسير يدا بيد. فأردت أيها الكرام الأحباب أن أحذر نفسي وإياكم بأن وعد الله قد اقترب، والآزفة قد آذنت، وقرب الرحيل إلى ديار الآخرة، وها نحن نرى علاماتها وأشراطها بأعيننا، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم آزفة الآزفة. عندما يدهمك الخطب الجلل كنا نراها بعيدة عنا، والآن نراها بأم أعيننا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنا مش بقول إن الحاجات دي حرام، بس أول ما تشوفها تعرف إن الساعة قربت أوي. فهذا نذير أنذر به نفسي وغيري، أجهر بذلك صوتي، أنصح به نفسي وإخواني. اقرأ كده كلمة السعادة أين وردت في القرآن كله؟ تجدها في الجنة. وأما الذين سعدوا في الجنة.